الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية في مشروع الجسر المؤدي إلى جزيرة شورا. يحتوي هذا الجسر على أكثر من 180 معدة ثقيلة، بالإضافة أيضا إلى أكثر من 30 قطعة بحرية مشاركة في عمليات الرفع. فيما يخص جانب الصحة والسلامة المهنية، تم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية العالمية. لدينا اليوم أكثر من 25 مختص صحة وسلامة مهنية للإشراف والمتابعة على سير العمليات في هذا المشروع. تم تصنيف نسبة الخطورة في المشروع إلى مستوى عالي جدا، وذلك بسبب وجود عمليات رفع معقدة لأجزاء الجسر والتي تصل إلى أعلى من 400 طن. اليوم حنا فخورين بتحقيق هذا الإنجاز وبوصولنا لأكثر من 2 مليون ساعة عمل